يعني فجأة كبيرة أيام كبيرة سربرايز خلتوها تعرفش أي حاجة إن إحنا عندنا عيلات خالص مدرسة واحدة فا يلا كانت بتتفتح إحنا بنعمل إيه؟ إحنا مستنيها بجد يوصل للمطر عيلات السمع وادع ما أعرفش أعمل إيه؟ أه السمع السمع تيك الباب انا عايز اخد التيك من عند الباب وطع الفرقة جاهزة يا جماعة الفرقة جاهزة ديك يا جماعة دي ثانية سخلة بتاعت البيانو ثانية جاهزة ثانية جاهز عم ابراهيم جاهز اوكي بعد عليا بكره في المكتب يا زو احمد هتقول ايه يا جوه انا بس شيء جل جل ماشي انت في برنامج ولا ايه يا رب ما تيجي ثانية بالراحة تمام بالراحة ما تنسيش الكلام وكما ما تقول ايه؟ أقول أنا بعيد طيب طيب جاية طالعين طب حد يولع حد يولع حد يولع ما حدش يدخلها دلوقتي ها؟ امسك يا محمد ثواني امسك يا محمد